السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أخي ممكن تعرفنا على حالك بداية؟ أنا الرائد زهير الشيخ، قائد لواء أسامة بن زيد من قرية كفر مبوده. أهلا وسهلا فيك سيادة الرائد. نحن في الحقيقة يعني في جولة ميدانية لقناة السوري الحر حتى تشرحونا فيها عن تحرير الحواجز اللي تم تحريرها. نحن سمعنا في كفر مبوده وبريف حمالي، ريف حماه الشمالي الغربي، تم تحرير عدد من الحواجز وهي الآن تحت سيطرتكم. بالمقابل النظام عم بيقول حقق انتصارات وعم بيطاردكم وما في شيء من هالشيء، فبدنا تشرحوا لنا الصوره بشكل كامل. شكرا الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الان في حاجز الغربال. هذا الحاجز يقع في غرب قريه كفر مبوده. حاول الجيش في الحمله الاخيره ان يتقرب الى القريه ويحتل هذا الحاجز، وبعد ان احتل الحاجز اعلن انه سيطر على قريه كفر مبوده، ولكن استطعنا بعد ان احتل الحاجز بيوم واحد ان تحدث معركة هنا في الحاجز، وانسحبت قوات الأسد إلى اتجاه الغرب، واستطعنا صد الحملة التي اطلق عليها حملة الزحف إلى تركيا، ولم يستطيع أن يتعدى حاجز الغربال مترا واحدا، واستطعنا دحرهم إلى مناطق متأخرة من الأماكن التي حاولوا التقدم إليها. ونحن الآن في ريف حماه الشمالي في قرية كفر مبوده، الحاجز الغربال الذي أعلن أنه سيطر عليه، ونحن الآن في حاجز الغربال. طيب سيادة الرائد، نحن لما عم نقول أنه نحن في حاجز الغربال وكان النظام مسيطر على حاجز الغربال وكل الحواجز اللي بتوصل لقلعة المضيق، نعم. بس من حاجز الغربال لبلدة كفر مبوده هي المسافة النظام ما كان له وجود فيها على الإطلاق، كانت تحت سيطرة الجيش الحر. تحت سيطرة الجيش الحر سيدي. النظام لا يستطيع أن يسيطر إلا على مكان وجود الدبابة فقط. عندما يقول أنه سيطر على قرية كفر مبوده، نحن الآن في بيننا وبين قرية كفر مبوده لا يقل عن 2 كيلومتر، وهو يقول أنه سيطر على قرية كفر مبوده من خلال حاجز الغربال. لا يستطيع أن سيطرته فقط مكان وجود دباباته، خارج وجود الدبابات لا يملك أي سيطرة. نحن كنا متواجدين في كل هذه المناطق المشاهد إليكم، وهو كان داخل هذا الغربال. انظروا لتحصيناته تعرفون أنه لا يستطيع، لم يكن يسيطر على شيء، لم يكن يسيطر على سوى أماكن وجود الدبابات وأماكن إقامة العساكر. يعني نستطيع القول أقرب نقطة للنظام من بلدة كفر مبوده كانت على مسافة 2 كيلومتر، وهذا هو حاجز الغربال اللي أمامنا اللي شايفينه. نعم أخي، هذا هو حاجز الغربال، يعد من حصن نفسه على شكل قلعة. وانظروا إلى الخوف كيف بناء المتاريس والمسافر الترابية والخوف الشديد من قبل النظام وعناصره. من أماكن تواجدهم لا يستطيعون النوم ولا يستطيعون القعود بدون سواتر. طيب سيادة الرائد، نحن فينا نكمل نشوف بقية الحواجز المحررة؟ تفضل أخي. تفضل سيادة الرائد، شرحت لنا عن تحرير حاجز الغربال والخطوة اللي بعدها. نعم. هذا الحاجز اللي هو حاجز شاليش، حاجز كازيت شاليش. نعم. تفضل إذا بتريد كمل عملية الشرح، كيف تم الانتقال من حاجز إلى حاجز، كيف تم عملية التحرير؟ نعم. بعد معركة الغربال قام الجيش بالانسحاب إلى كازيت شاليش أو دار محمد النصر، وهي دار مدنية. نعم. قام بالتحصن فيها وبناء المساتر فورا، وأخذ موقع دفاعي بالمنطقة هون للدفاع عن نفسه. استطعنا الزحف في ساعات الصباح الباكر، الزحف لمسافة 1.5 أو 2 كيلومتر من الغربال باتجاه الكازية. في ساعات الصباح الأولى استطعنا اقتحام الحاجز بعد معركة دامت حوالي 16 ساعة. بس نقطة للتوضيح إنه بين حاجز الغربال وحاجز شاليش 1.5 كيلومتر، يعني 1500 متر زحف في ساعات الصباح الأولى. استطعنا الزحف إلى الحاجز، احتلينا الحاجز. أتت مؤازرات من المراكز العسكرية الموجودة القريبة من هنا لمؤازرة الحاجز. هم في هذا الحاجز كان يختبئ حوالي 70 عنصر معهم 3 ضباط، اختبئوا في هذا الحاجز. استطعنا محاصرتهم من كل الاتجاهات. أتت المؤازرة من الطرقات المؤدية إلى قلعة المضيق وإلى إسقيلبية. استطعنا تدمير المؤازرات كاملة واغتنام سيارات المؤازرة كاملة. أخذنا سيارات المؤازرة كامل، السيارات اللي اجت للمؤازرة استطعنا احتلالها، وقتل العناصر والضباط الموجودين داخل الحاجز جميعهم قتلوا هنا في هذا المكان، قتلوا في حاجز كازيت شاليش. سيادة الرائد، بالنسبة لحاجز شاليش، هو الأصل كان موجود حاجز، ولما يعني استطعتوا تحرير حاجز الغربال اللي تمكن من الفرار لجأ لحاجز شاليش. نعم نعم، هيك فكرة؟ هرب قسم اللي نجوا من الغربال. نعم. مع اللي هربوا بالدبابات. نعم. اللي كانوا راكبين الدبابات هربوا وتحصنوا هنا في حاجز شاليش.
هنا في حادث ثالث قتل قسم وهربت القسم الآخر بدبابات إلى منطقة قريبة هنا قرية تدعى ألباني. واستطعنا مطاردتهم حتى بعد تحرير الحاجز، طاردناهم إلى قرية الباني وحررنا قرية الباني، والآن سوف نريكم الحاجز الذي تحصنوا به في قرية الباني. فالمعركة هنا في حادث ثالث استمرت المعركة 16 ساعة من الساعة الثالثة وحتى الساعة الثامنة مساء بمعركة متواصلة، معركة متواصلة لمدة 16 ساعة دمر الحاجز ودمرنا المؤازرة التي أتت لمؤازرة الحاجز كاملة. طيب سيادة القائد، هذا الحاجز الثالث فينا نشوفه طبعا. طبعا قبل ما نشوفه بس مع سيادة القائد أبو عمران، أخي أبو عمران حبينا نسمع منك عن معنويات الجيش العربي بعد التحرير. الحمد والشكر لله والرحمة للشهداء الأجمعين. إن جميع في من في أرض المعركة من جميع الكتائب الفضل لهم معنويات عالية كثيرة وهمة عالية، عندنا يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون في سبيل الله ضد هذا الطاغية بشار وعواني ونظامه. طيب سيادة الرئيس فينا نشوف الحاجز التالي؟ تفضل. فينا نلتقى مع أحد من الأهالي اللي قاعد اسمعه؟ طبعاً. ممكن أخي بس إذا بتريد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، إحنا كنا نسمع في وسائل الإعلام السورية بتقول إنه الجيش النظامي كان في القرى حتى يعني يأمن حماية للأهالي ويحميكم من العصابات المسلحة. وهلا انتهى ما بقى فيه إنه الجيش النظامي. أنا عمري يعني صار بالخمسين 55 سنة، وقبلنا الأجداد سولفونا وحشونا، يعني قالوا المحتلين الفرنسي والبريطاني والعثماني، علما يعني لم يشهد التاريخ مثل هذا الاحتلال. يعني أنا ما عانى بشر على وجه الأرض. أي احتلال؟ مثل احتلال هذا الجيش الفاسد، الجيش الأسدي الطاغية الظالم الذي لم يحرم ولم يحلل على وجه الخليقة. ما حمث حشايته لأنه استحل الحرمات الأعراب السجر والحجر والبشر. لم نشهد التاريخ زي إنسان على وجه الخليقة أظلم من هيك طاغية وأظلم من هيك
نظام بالعالم. الجيش النظامي كان يضايقهم؟ الجيش النظامي؟ نعم. الجيش النظامي هو ما في مضايقة أصلا مثل الجيش النظامي اللي عانينا منه. عم أقول لك ما صار على وجه الخليقة، البناء النساء لا تسلم منه، الأطفال لم يسلم منه، البشر لم تصور. دجاج يقذفونه يأكلونه يذبحونه. انظر بعينك، شوف بعينك المناظر هذه اللي استباحوا كل شيء استباحوه. طيب بعد ما جاء الجيش الحر ومكن بفضل الله عز وجل انه يحرر هالمنطقة وصفت المنطقة خاضعة لسيطرة الجيش الحر بالكامل، يعني كيف تشعروا بالأمن؟ تشعروا بالأمان؟ كل الأمن والأمان. الجيش الحر هو أولادنا، هم فلذ كبدنا، هم الضمانة لهذا البلد ولكل مواطن، لأعراضنا، لأموالنا، لزروعنا، لمنتجاتنا، لكل شيء. الجيش الحر هو نحن كلنا جيش حر اصلا. ما في الجيش حر، ما هو جاي من كما يدعي النظام الكذاب، لانه النظام عم بيقول هي عصابات تسلط عليكم. كل ما نطق كذب، هو معاناته الكذب يا ولا ما يحتاج اصلا اذا ما كذب النظام. من هو الجيش الحر؟ الجيش الحر هو نحن اولادنا. كيف نعاني من اولادنا؟ واحد يعاني من اولاده؟ الكلام هذا يعني ما عاد حد هو ينطلي على حدا. يعني هو الجيش الحر جزء من 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 من, من اكبادنا. من الله يحميكم ويخليكم. اللهم امين. الله يبارك علينا والله يزيل هالطاغيه الظالم ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. الفرج قريب باذن الله ان شاء الله. الفرج قريب. الله يبارك فيك. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. وليش شو عم تعملوا على الدبابه هون؟ عم نلعب على الدبابات اللي استولى عليها الجيش الحر النظام السوري. ليش مالك بالمدرسه هلا والدوام مدرسه هلا؟ يهدمنا اياها النظام السوري بالطيران والدبابات. عم يقصفكم النظام بالطيران والدبابات؟ اي. انت بتحب الجيش الحر؟ نعم. بتحبوا الجيش الحر هسه؟ لا. ما بتحبوا؟ لا. ليش ما بتحبوا؟ دمرنا بيوتنا وقتل العالم وما خلى حدا يختار، وهجر الاطفال والناس. هجر بالكليه؟ اي. بتحب تقول شيء لبشار هسه؟ اي. جايينك يا بشار، جايينك على القصر. سيادة الرائد، احنا طبعا من الغنائم ما شفنا الا الآلات المدمرة، ما منعتونا من نشوف الغنائم اللي اغتنمتوها القوات الأسد. نعم. في هالجرافة قدامنا الآلية هاي، فاشرح لنا كيف تم اغتنامها. شغالة من شغالة على طول. هاي الجرافة شغل الإنشاءات العسكرية، كان يستخدمها الجيش لتجريف وهدم المنازل، وكانت متواجدة في أحد الجيش النظامي. الجيش النظامي طبعا. وكانت متواجدة في أحد الحواجز. أثناء الهجوم على الحاجز تركها الجيش مع بعض الآليات وهربوا إلى أماكن أخرى اللي شاهدناها من شوي. وهي الجرافة الآن شغالة وعم يشتغل فيها، صارت تحت خدمة الجيش السوري الحر. خدمة الجيش السوري الحر. نعم. بالنسبة للأهالي هون في يعني يستخدموا شيء كقطاع خاص يعني؟ اي خدمات عامه نحن بنقدمها لتسويه الطرقات، لتسهيل اماكن الصواريخ والقذائف، فتح طرقات بسكر الجيش بنستخدمها نحن، الجيش حر بيستخدمها لفتح الطرقات للاهالي والسكان. بس سياده شو الاصوات اللي عم نسمعها؟ صوت القصف متواصل 24 ساعه على قريه كورناز وعلى الجبهات المفتوحه، على الجبهات الجنوبيه. يعني هذا القصف اللي عم نسمعه بشكل اعتيادي يوميا بصير؟ بشكل دائم 24 ساعه، الشباب موجودين على الجبهات الاماميه والاشتباكات مستمره خلال على مدار ال 24 ساعه. الله يعطيك العافيه يا شيخ. اخي ابو حمزه، تحب توجه كلمه شيء؟ لو تجولنا قليلا في البلده لوجدنا كيف تغيرت مفاهيم السكان عندما كانوا يسمعون صوت هذه الجرافة. كانت مصدر رعب للجميع، حتى للرجال الكبار. أما الآن فأصوات جنازير هذه الجرافة هي مبعث فرح للأطفال، حتى للأطفال يركضون لينظروا إليها كيف أصبحت تستخدم لخدمة المواطنين، وكيف ترى أنهم يفرحون حتى بأصوات جنازير المدرعات التي الآن هي تحت سيطرة الجيش الحر. لما كانت مع قوات نعم. الأسد كانت مصدر رعب وخوف. كانت مصدر رعب وخوف، أما الآن فهي مصدر أمان، فصوتها بمثابة موسيقى لآذان الأطفال ولآذان النساء في هذه البلدة. الله يحميكم. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. سيادة الرائد، نحن
تكلمنا على مشارف تبت، فقبل ما نطلع التل إذا ممكن تشرح لنا في التل شايف أنا في تحفير حوله. تل عثمان عبارة عن تل أسري كان موجود بملكية النظامية كتل. قام النظام بتجريف حواف التل لمنع صعود السوار والمقاتلين لصعوبة التقدم باتجاه الجيش، وبقي وأبقى على طريق واحد للدخول والخروج الدبابات. سيد رائد، يعني التل من كل الاتجاهات محفور هيك ولا بس قدامناهم؟ الجبناء حفروه من كل الاتجاهات وبقوا أبقوا على هذا الطريق فقط، وكان هذه مقتلهم، استطعنا محاصرتهم عن طريق هذا الطريق الذي تركوه، ولم نأتيهم من الحواف التي عمدوا إلى تجريفها لمنعنا من الصعود إلى التل. يعني تم الاقتحام من المدخل اللي هم تاركينه، من المدخل الذي تركوه هم وراءهم. طيب فينا أطلع لفوق ونشوف؟ شرف تفضل. شرف الصف الواحد كما قال عنها الثوار حواجز محررة، آليات مدمرة، ولا أثر لكتائب الأسد حتى بداية سهل الغاب. كان معكم محمود الحموي لقناة السوري الحر، ريف حماة الشمالي، مدينة كفرنبودي، حاجز تل عثمان.